شادول مع بعضينا. يعني اشوارها جميله جدا عزام شهيد وتمام موقف جيد من اهل مصر. اغاني جميله وحفلات وفوز الطلاب بسرعه فرحانين بفوز الدوري المصري الرقم 43 في تاريخه، وكمان فرحانين بنهايه امتحانات نهايه العام الدراسي هذا العام بالرقص والاغاني يعني اجواء جميله ورائعه جدا عزام شهيد ومتابعي موقف جيد من اهل مصر.